بسم الله كده بقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضاك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. الحمد لله الذي خلق الملائكة من نور، وخلق الجان والشياطين من نار، وخلق الإنسان من تراب، وهو الأعلم بخلقه سبحانه جل في علاه. فنحمده حمدا يليق بجلاله وكماله وجميل نعوته وصفاته. فالحمد لله الذي قدر فهدى سبحانه. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. ونحن في يوم عظيم، وهو يوم عظيم عند الله عز وجل، فيه أعز الله الإسلام وختم الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رغم أنوفي الأبالسة والمرضة والملوك الكبار ممن طاروا في الهواء والفضاء والسماء أو غاصوا في الأودية والأنهار والبحار، ممن ركض منهم وممن يعدو ويجري منهم، إلى كل من جاءوا بقوى خارقة في أبدان أو حولها أو خارجها في كل مكان، فلازموا الأبدان بأسرار الله جل وعلا يعلمها سبحانه، حقدا خللا مكرا كفرا سحرا حسدا عشقا حبا تملكا، كل من جاءوا الله جل وعلا يعلم مستقرهم ومستودعهم. فوجب أن نعلم أن الله أحاط بكل شيء علما لا تخفى عنه خافية في الأرض ولا في السماء، مهما اختفى من اختفى وتوارى في العقول والأفهام، يجليه المولى جل وعلا، بنى حصونه وعروشه وتيجانه وملكه، فظن أن لن يقدر عليه أحد وأن لن يغلبه أحد، فكفر بأنعم الله وجحد نعم الله، فهو يسمع ويتأمل، يعد العدة، يجهز جيوش، يحاول قتالا وفرا وكرا ومكرا وغدرا وبطرا. واعلموا جميعا أن الله جل وعلا معه، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عنه شيء من حالنا. فبسم الله نبدأ وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذا المكان، ونسأل الله أن يجعله طيبا مباركا وكل الأبدان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نصلي ونسلم صلاة وتعظيما على نبي الهدى وإمام الأنبياء والرسل أجمعين، اللهم صل عليه، صلاة تصل إلى قلوبنا وأرواحنا ونفوسنا وأبداننا، وتصل إلى عروش من سكن عقولا وأفهاما وبطونا ورحاما وأيدي وأقداما، فبسم الله نجعلها بردا وسلاما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الهدى إمام المتقين. اللهم اجعل لها جندا يحيطون بنا من نور، ملائكة الله جل وعلا، ملائكة من الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الحمد لله. يقول الله جل وعلا: وأوصي بها نفسي وكل مسلم ومسلمة، وأعوذ بها كل كافر وكافرة،
ليعلم أن القوة من الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا. فنبدأ بحمد الله تعالى وأوصي من أسلم لله عز وجل. من أسلم لله تعالى من الإنس والجن، من أسلم من الذكران والإناث والنساء والرجال، من أسلم من الصغار والكبار في الأبدان وحولها، أن الله يعزنا سبحانه جل في علاه. واعلموا قول الله تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، الله سبحانه وتعالى ينصرنا نصرا، له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة. الحمد لله حمدا حمدا. جئتم إلى البدن سنين طويلة ومكثتم فيه أعواما عديدة، فتلبستم بداخله لفرقة وشتات وذلة ومهانة واحتقار وصغار في البيت في الزواج في الذرية، وظننتم أن الأراهين وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تعددت أحوالكم ونفوسكم وقواكم وأسحاركم وأسبابكم، فاجتمعتم على جسد واحد ليرى الهلاك رأي عين، موت دون موت، تقطع الأنفاس في كل يوم وأنتم عليها في بدنها. لا يجليكم قرآن ولا يجليكم دعاء وأنتم على علم أن الضعف يبلغ مبلغا عظيما. في قلوبكم الوهن وفي أبدانكم الضعف والخور، لكنه مكر الأبالسة وكفر الكفر وسحر الساحرة وعناد الملوك والعاشقين. يا مساكين فاسمع واعلم إننا نوصي لكم رسائل الخير. يا باغي الخير أقبل، أسلم لله عز وجل، فلقد ضغيت وبغيت كثيرا. تريد أن تصد الزوج وأن تفرق وأن تطلق، تريد أن تصد المحبة والرحمة فتجمع على قلبها الضيق والهم والغم فتفرق وتطلق، تريد أن تجمع على قلبها وقلب زوجها الهم والغم فتمحق مالا وتعطل فراشا وبعدها تفرق وتطلق، تريد أن تجعل في البدن علا وأسقاما وبعدها تفرق وتطلق، تريد أن تجعلها الذلة والمهانة في نفسها ومع من حولها وبعدها تفرق وتطلق. أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ أكل هذا عشق؟ أكل هذا حب؟ وبه تفرق وتطلق؟ لقد أجرمت في حقها بجنودك كثيرا. إلى ذاك الأسود الثعبان الغواص، ساحر حار سام بالنجاسات والقذورات، تريد أن تفرق وأن تطلق. ذاك القوي الطيار الذي طار في كل مكان، أتريد أن تفرق وأن تطلق؟ وإلى كل مربية، إلى كل من جاءت صفراء وحمراء وخضراء وسوداء، أتسأل سعيا جميعا في أن تفرقوا وتطلقوا؟ إليكم جميعا فاعلموا أن الله أمدها بالهيبة وأمدها بالمعونة وأمدها بالثبات وأمدها بالصبر وأمدها بالرضا، ومع كل هذا أنتم تسعون سعيا في أن يكون الحال فراق وطلاق. قال الله تعالى: وما هم ضارين من أحد إلا بإذن الله. فنبدأ بحمد الله تعالى ونأمل خيرا في كل مؤمنة بارة رشيدة حكيمة أن تأتي بفضل الله تعالى تعين إسلامها وإيمانها وتجلي ثباتها وخيرها في البدن، ولو كان خفيفا سرا ما تهمس بصلاة وقيام وقراءة واستغفار بإذن الله تعالى، ولو كان ذاك سحرا وهمسا وخفيا في حال غياب أو في حال غفلة كبير من كبار في حصنه في قلاعه، فتدنو لكي تقرب حبا وفضلا وخيرا. إني أوصيكم جميعا بالخير
بداية نبدأ بحمد الله تعالى مع الفئة المؤمنة التي تسمع الآن تطيب نفسا لكنها تألو لآلامها وتحزن لأحزانها، فلا تستطيع أن تقدم خيرا عظيما جليلا ظاهرا حتى لا تؤذى من كبير كاجل ومن كبير ساخر، فاسمعوا جميعا إن الله جل وعلا معنا. يكفي أن تعلموا جميعا أن الله عز وجل معنا، ويكفي جميعا أن تعلموا أنكم إذا كنتم تركنوا إلى خير وبر بفضل الله تعالى فإن الله عز وجل ناصر ومعنا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن، فبسم الله نرمي رميات بإذن الله تعالى موفقات، نسأل الله تعالى تكون فيها الخير والبركة، حتى تلقى حصون وتفك عقد وسلاسل وأصحاب جاءت من الجد والجدة والأب والأم والزواج الأول والزواج الثاني، أو في طلاق وفراق، أو في حمل وذرية وأبناء، أو على جمال أو خلق، على كل ما كان من عين وحسن ونظرة وأنفاس خبيثة بفضل الله جل وعلا نرمي. وأسأل الله تعالى لكل من كان خادما كان يسعى سعيا عليها ضد الحرب الندة أن يكون الآن بفضل الله فضلا برا وخيرا، فاجعلوها جمعة خير وبداية خير، فاجعلوها بإذن الله لا يغرب شمسها إلا وقد جاء الخير وأهل الخير واستبشروا بالخير واستبشرتم بالخير بإذن الله، فيا باغي الخير يا قبيل. فبسم الله، وليعلم أن كله يعلم كل مظلوم مكلوم محروم معقود أو محبوس مسجون أو أسير في سجن الأبائس الكبار، أن جئنا بفضل الله تعالى ليرى النور والخير وليرجع إلى أهله مشركي شفاء وعافية، وليرى بإذن الله الإسلام حرا طريقا في عفو وعافية ومعافاة دائما في الدنيا والآخرة. فبسم الله نعظ كبارا سلسلهم كبير حيات كأقفال على يديها على خصرها على بطنها على فرجها على قدميها، بل قل على صدرها، بل قل على نحرها، بل قل على عقلها وفهمها. أقول لكم جميعا إلى كل من كانوا كالحيات والحبال والسلاسل والأقفال والعقد العظيمة تفك وتحل بأمر الله عز وجل، على أنفاسكم وفككم، على ألسنتكم وأنيابكم وصمومكم تخرج بإذن الله وتفك وتدق بإذن الله عز وجل، فسعوا في شفاء وبلسم ودواء الآن بإذن الله. إلى كل حية سامة، إلى كل عجوز شوهت جمالا، أسقطت شوهت أضعفت أمرضت غيرت، فبسم الله إليك فاسمعي وسعي، واسعي في ذكر الله عز وجل، واسعي في ذكر الله سبحانه، واسعي في فضل الله عز وجل، فليرجع بفضل الله الجمل إلى حاله، والقوام إلى حاله، وترجع بفضل الله الأخلاق إلى حالها والعبادة إلى حالها، وترجع بإذن الله النفس الطيبة إلى حالها بإذن الله، فلينزع السم أنت صاحبته، ولينزع غضب أنت صاحبته، ولينزع بفضل الله جل وعلا كل ما جرى في دمها وعظامها وعروقها وأعصابها منك أنت صاحبته. فبسم الله نسمع. إلى من لازموها سنين وأعوام، إلى من ركنوا إليها سنين وأعوام، وتحدوا قرآنا وسنة وقيام وصيام وتلاوة القرآن. فبسم الله نعوذ، ذاك الملك الكبير، ذاك الذي يركن كبيرا بصمه بصوته بتشكله بيقظته في منامه، ذاك الذي هو عليها الآن فيسمع، يستخف داخلها ويستهزئ داخلها ويتبسم داخلها ويعد العد داخلها ويجهز الجيش داخلها، يقدم من يقدم ويؤخر من يؤخر داخلها، وهو الآن يتشكل بألوانه بطاقته بحرارته ببرودته داخلها، هو الآن 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 جنده يرون أو لا يرون، يسحر نفسه حتى لا يرى ويسحر غيره حتى لا يرى، هو الذي يروضهم وهو الذي يحركهم وهو الذي يحزهم وهو الذي يحفزهم وهو الذي يمكر مكرا عظيما. واسمع واعلم، فبسم الله نبدأ، فتضيء نفوس المؤمنين أو الصالحين أو ما في نفوسهم خير وإقبال على بر وصلاح، وليعلم بسم الله الله يرضى بسم الله الله بسم الله الحمد لله العظيم.
الله 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 جيد الحمد لله رب العالمين. رفعت بحيث هنا في الشمال هكذا الرمد عينك وركز معي يلا ركز وقل الله أكبر من كل ملك ساحر كبير. غمض عينك. الله أكبر من كل ملك ساحر كبير. يلا كفية كثيرة. صوت عالي. الله أكبر من كل ملك ساحر كبير. نعم. الله أكبر من كل ملك ساحر كبير. نعم. الله أكبر من كل ملك ساحر كبير. الله أكبر من كل ملك ساحر كبير. الله أكبر من كل ملك ساحر كبير. نعم. الله أكبر من كل ملك ساحر كبير. كبير. الله أكبر من كل ملك ساحر كبير. نعم واضح. الله أكبر من كل ملك ساحر كبير. كبير. الله أكبر من كل ملك ساحر كبير. كبير. الله أكبر من كل ملك ساحر كبير. نعم. الله أكبر من كل ملك ساحر كبير. جيد. الله أكبر من كل ملك ساحر كبير. 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 الله أكبر من كل ملك ساحر كبير.
الله أكبر من كل ملك ساحر كبير. الله أكبر من كل ملك ساحر كبير. الله أكبر من كل ملك ساحر كبير. الله أكبر من كل ملك ساحر كبير. الله الله أكبر من كل ملك ساحر كبير. 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 الله أكبر من كل ملك ساحر كبير.
اصلا. والله الله عادي مش مشكله تخافيش عادي يلا كمل. الله اكبر من كل ملك ساحر كبير. 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 وقفيش وقفيش من كل ملك ساحر كبير. Thank you.
قلبي صبر غمض عين غمض عين غمض عين ايوه وصل 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 غمض عينك وركز واسمع مزيان هذا الشيء كبير انا عجبك الله غمض عين ركز انزل هذيك تعذب الرجلين ما بغاش يطلع صبر هذيك تعذب هاي وصل انت ما تعصبتيهاش اللي بغيت تقتلها بغيت تطلقها ما عصبتيهاش انت ها اللي مرضتيها ما بغيتش تعصب انت انت ما ما عصبتيهاش انت يا راهي عصبني عصبني معربط على الراجل صح ولا لا يا راهي كمل هيا سي قولي يا اخو نسوي بسم الله يلا بسم الله يلا الان تفرح غمض عينك هيا قوة. الله أكبر من كل مسؤول ساحر. واحد. مزيان اسمعي قلبية. الله أكبر من كل مسؤول الله أكبر من كل مسؤول ساحر كبير الله أكبر من كل مسؤول ساحر كبير
الآن وقت معي يقول الله أكبر من كل شيطان ساحر ثعبان غواص. شنو هي؟ الله أكبر من كل شيطان ساحر ثعبان غواص. جيد يا الله. الله أكبر من كل شيطان. إن الحمد والنعمة لك والملك. الله أكبر. شيطان ساحر ثعبان غواص. الله أكبر من كل 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 شيطان ساحر ثعبان غواص. الله أكبر الله
ماشي طيب كيف تحسي بوا؟ راه دابا طالع معايا البرود. ياه. لأن التجزا ولا تحس بالبرد. أوكي كل ما كنتيش لابسة بزاف كل ما كان الفائدة أكثر. المهم تحيدي. البرد بزاف. ها؟ ومؤخرا عندي روماتيزم. ماشي منك من داكشي اللي هذا المشكل اللي فيه. وأصلا أنا فاش كنت كان هذا كنحس بالبرودة بزاف. كيفاش؟ في الرقية؟ أثناء الرقية ولا شي نهار الأول فاش كان داكشي مجهد بزاف كنت كنبرد. لأن اللي فيك بارد عادي وخصهم دابا مع البرد يطلعوا. باش تحيد لك المشكل فهمتي صبري شويه عاوننا صبري شويه عادي خافيش ما تخافيش من هذا الشيء راه عادي راني درت حاجه مانيت عندك لا عادي غير صبر يا الحمد لله وشكرا صافي بلا ما نخليها هذه راه خليها ماشي مشكل هسي يعني. فيه يعني. شو؟ قلت لك تهلا فيا قلت لها راه هما مهلين فيا انا من بعد شنو ديك الزاكورة هي اللي صبرت
لا لا ما تخافي من والو بعد انا عارفهم كاينين هنا شوف طلعوا دابا كيف كلمي دابا طلعوا خاصنا كنت كنحس داكشي غير كيحسب الحال ديالك اه وعادي مزيان يطلعوا خاصك تحيد لك هادشي باش الشيخ باقي ما بداش واقي خصك هادشي راه صبري معايا ها صبري معايا الله يرضيك خافي من والو شي راه عادي جيت شنو؟ عادي عادي خلي غير يديك ترفع التوحيد وانت فاش كيتخاف ولا كيتخدم؟ شوف اي حاجه حنا كنتقبلوها عادي وانت راه القران كان كيدخل ليا بالليل انا الله كندخل ليا الا ما قلتش بسم الله وحطيت البورطال ما يبقاش يعني لك يدفع الا قلت بسم الله وحطيت البورطال يبقاش يعني لك صافي فهمت فهمت عادي جبتي ويلا دير الباقي رفعت توحيد وحاولت ما تبقاش مزيان المعقول شتي هذا هو المعقول لك والملك لا عاشق في الباب مبارك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لكم مسألة البلد يسعد طاعة الله جل وعلا وإلى سبق عليكم العزم وجاسيها علم حالك الشيطان ساحة الشمال تأبى الإسلام والإيمان وتسقط التوحيد وتقارب من أرض الإسلام والحرب ظاهرة جلية يمينك الشمال خاصة الشمال وفي البطن والرحم وتنزل حتى إلى القدمين وسيبقى عنك العذاب إن لم تذعن لله جل وعلا ما يواصل One night.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم عليه في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم عليه في العالمين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم عدد ما صلي عليه وعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم عليه عدد الأشجار ومياه البحار وملء السماوات والأرض وما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال تنجينا بها من الأهوال والآفات وترفع بها عنا الكربات. اللهم صل وسلم عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطيئات وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتلبى بها الرغبات وتحسن بها الخواتيم يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أننا آمنا به ولم نره صدقناه ولم نسمع كلامه المنير. اللهم أكرمنا بالمقام تحت لوائه. اللهم أكرمنا بالمقام تحت لوائه مع الركع السجود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. وارزقنا شفاعته يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم عليه في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم عليه في العالمين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم عدد ما صلي عليه وعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم عليه عدد الأشجار ومياه البحار وملء السماوات والأرض وما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل
جينا بها من الأهوال والآفات وترفع بها عنا الكربات. اللهم صل وسلم عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطيئات وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتلبى بها الرغبات وتحسن بها الخواتيم يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن اللهم أكرمنا بالمقام تحت لواء. أشهد أن لا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله. شوف حيدتي الثلج وجلستي الآن بإذن الله تعالى جلوس الأدب. مرحبا، والله لن يضرك أحد. كسمعي فيك الخير بإذن الله، مع الشر يغلب الخير الشر بإذن الله. خلاص خلاص، بسم الله يعني. تكلمي عائشة، ماذا تريدين من هذه السيدة؟ عائشة ملكة، رسالة إلى عائشة ملكة، رسالة كذلك إلى أصحاب الدم وأصحاب السحر والموروث، إلى الجميع في البدن. لكن نبدأ بالفئة إن شاء الله التي تقبل بالخير إن شاء الله تعالى. عائشة، سلمك الله من كل شر وحفظك الله وحفظك المولى بالخير. أقبلي على الله في هذا اليوم العظيم بالآذان والتلبية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة، انت الآن صاعدة، ما الذي يمنعك من أن نقر الكلام؟ جالسة بهذه الجلسات تحركين الراس، جلوس تأني، هيا والتدبر والتفكر، هيا قولي واخبري بإذن الله تعالى، وإلا رجعت إلى الثلج مع العذاب، وهذا لا أرجوه لك صراحة. كتسمعيني ولا لا؟ كتسمعيني من كلامي صح ولا لا؟ أنا أرجو لك الخير كما أرجو لمليكة، كما أرجو لكل من يسكن بدنها، سواء كان حموم، ميمون، شمهروش، كل من في بدنها، أصحاب الدم، أصحاب الآبار والبحار، أصحاب الأسحار القديمة، أصحاب الأسحار الجدة والأم، أصحاب الأسحار الأقارب والقريبات، العين والحسد والنظرة والعشق والنفس الخبيثة، كل سنأتي عليه بإذن الله عز وجل، لأن هذه المرأة ظلمت كثيرا، صح ولا؟ ظلمت أم لا؟ فأن لكم ناصح وعليكم مشفق وسلطان، قلوا على خير، قلوا آمين. فهي إلى الله الآن بإذن الله عز وجل. عائشة هي التي صاعدة، تكلمي بحب وخير إن شاء الله تعالى، ولن يمسك سوء بإذن الله، وأعدك بذلك. أما إن أبيتي فاسترجعين إلى الثلج ويقع عليك العذاب وحدك، وهذا لا أرجوه لك. مهم، هيا بإذن الله، هيا هيا إلى الله، هيا 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 بسم الله، هيا الآن بإذن الله تعالى. عائشة يا عائشة، كوني خيرة بإذن الله تعالى. كتسمعين ولا؟ صارت عائشة وكتأنى وكتأمل. نحن نريد أن نسارع على وقت بإذن الله حتى نتكلم معك ومع غيرك، نوصل إلى ذاك الذي عذب الجميع، البطر الكبير، ذاك الثعبان، الثعبان اللي ما شاء الله ها عنده من القوة ما عنده. أنت مدرجة،
عائشة، عائشة غواصة مالكة، الجميع ما عندناش مشكل، لا ما عنديش مشكل بإذن الله تعالى. هيا وإلا كل واحد ترجع للثلج، ترجع للثلج، ارجع للثلج، ارجع ارجع، كيف أطلع التوحيد الآن خفية. هيا 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 صارت لكن سبحان الله صعود بقى لا حمد. اليوم احنا ضيافة النعسونة يا فيش المشكل زين يا الله. شوف ارجع 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 كتر الحي اما الحي ارجع 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 ارجع. هيا صعود يكون كامل باذن الله تعالى وتكلم خلاص تكلمش معه. هاي خلاص اشهد ان لو كذا أصغر بدي أصغر بدي أصغر لا بدي أصغر ضروري 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 لا بدي أش أش أسير 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 شوف شنو شوف شو كاتب آه أنا طلعت أنا طلعت أنا طلعت شنو بس شنو بس تتكلم بيتي أحسن تبغيش تتكلم شنو 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 جوبي كتسمع بس كلمة وترجعي داك اللي انت كتسمعيني ما ينفعكش صح ولا لا؟ حنا جايين باغي لك الخير كتسمعيني وكتسمعينيش يا غالي تيدي ترجع فيش تبان من عليك عايشة غتقرب تتكلم بلاتي الاحسن تعاون معاكم طريقة توطال اصحاب توطال الظلم يوطال باذن الله شنو معاكم على الخير راه تودي هاي لا ما تسمعوني لا ما تكتبوني انا نقول لك ذاك الساحر العاشر او الشيطان ما كتبتوش ليه انا غير فاهم فيكم يا هيا هيا رجع رجع سي سي اسمعني سي اسمعني الاذان هي الاذان وجهك راه بجوج راه هذوك اذان اللي اصبر شتي ها شنو شي عبرنا عبرنا ولا صبري صبري ضروري شنو ما نقولني ضروري صبري انا نقول لك علاش انا نقول لك علاش ما بغيتش يتكلموا هما سادين في السنين هكا تريقوا عليك باش تملي ماشي يتكلموا باش يضيع الوقت حتى انا خدام معاهم شويه بشويه هما كيتسناو باش رد فعل معاك ماشي مزيانه ويستغلوها حنا غادي معاك نفسيا وبشويه يلاه هاي 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 صافي انا كان هادو اللي عندك انت حساسين بزاف وذكيين لان الشفر يعني هاي واصل واصل دابا هذا الوقت خصو ما يضيعش هاي لا اخبار كل شيء نعاود كل شيء انا غادي غير دقه دقه انا خويا عمري ما مرضت عمري ما كان عندي شي مشكل حتى هاد الاسنان ماشي مشكل ماشي مشكل وليت عاود ديك هذيك الضربه تحلي عاود وليت كليتها عاود انا كنعاود ماشي مشكل ماشي مشكل اختبارك ديال كازا ماشي مشكل ماشي مشكل اللي كيجي كازا كياخد الباروك عادي حنا كاع عرفنا بالكازا ماشي مشكل
اي يمكنش ما تحكيش لي وجه عندك. ماشي مشكل، عادي 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 عادي. غير صبري وما تبقيش تفكر في شي حاجه اخرى. خي دابا غير في الجلسه اللي كاينه دابا تخليهم يستغلوك ويبداو يفكروا في حوايج اخرى. انا راه غادي معاهم خطوه اخرى، ما تخافيش. ها بشويه كبار. شوف هي ما تخافش، هي بسرعه بسرعه. شو الصوت حيث وقصت وقرا بيدي. أشهد أن لا إله إلا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وقد هدانا سبلنا، وقد هدانا سبلنا، وقد هدانا سبلنا.
في البيت بسحر عظيم، في البدن
بسحر عظيم في الرحيم، بسحر عظيم على الفراش والجماع، بسحر عظيم على الفراش والجماع، بسحر عظيم بالعقد عظيم، بالأقفال عظيم، بالذبح والدم عظيم، بالعقد عظيم، بالذبح والدم، بالذبح والدم، بالذبح والدم، بالذبح والدم عظيم، شيطان بالذبح والدم، شيطان بالذبح والدم، شيطان بالذبح والدم، شيطان بالذبح والدم، بالذبح والدم، بالذبح والدم، عظيم 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 عظيم، بالذبح والدم، بالذبح والدم، بالذبح والدم، ملك 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 عظيم، ملك 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 عظيم، ملك 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 عظيم، بالذبح والدم، تعبان ملك، تعبان ملك، تعبان Thank you.
واحد دابا الرقيه وكيسيح في البطن بغا يخرج، ولكن خصنا نعاونوه بقوه الرقيه وسط المكبه ما كيعاونش، كيوقف وكيخزر ماشي مشكل. ولكن علاش كنحس بكلشي؟ كتحس بكلشي ما طلعش الكبير بين وبين، ماشي مشكل، واخا يطلع ممكن تبقى عاقله كيلعب. ماشي مشكل، يا رجعي رجعي اختي صبري صبري، راه مزيانه صبري صبري. الله اكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. حيت باش يوقع خويا ياسين باش نقول معك صريح، حتى كنوصلوا لواحد النقطة كيطفى، واحد النقطة كيخسر، واحد النقطة كنعاودو نقولو هي كتعذب وحنا كنتعذبو، فهمتي؟ حتى اللي بغاو يعاونوك حتى هو كيتعذبو، حنا كنتعذبو. شي مشكل. غير صبري غير صبري، شوفي هادشي راه مزيان صبري، حيت راه عندك مشكل كبير خصك صبر. لا ما صبرتيش ما ديري والو صافي، راه مزيان. اي راه تحيد هادشي عاد، هما كيتفاعلوا الان ياه وما كيطلعوش. كيبقى يدير بحال هادشي. لا يطلع ها هما دابا في الرجلين كيطلعوا في يدي، واخا تصبري كيتوقع كتصير. ولكن مشكلتي انني كتعقلي وعادي واخا تعقلي. لا يطلعوا صبري، حنا غادي نتقلق صبري صبري. انت ما تزيريش نفسيا، ما تزيريش عادي، هما كيطبقوا عليك باش ما يتكلموش، ما باغيش يخرجوا السر. ها صبري يلاه صافي تصور مزيان. اوكي صافي ماشي ماشي ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعي رجعي بسرعه رجعي بسرعه، انا كنوقف كيف ما خدامش. يلاه رجعي. البخور ريحه البخور، ريحه البخور بحال ريحه الحلبه كتبخر مع ريحه خارجه. لا ما كاين والو، الدار كلها ما فيها والو، غير انت كتشمي لحقاش اللي فيك طالعين بهذا السحر، فملي حركنا ودوك يشموا داك السحر ديالهم، فهمتي كيتقوا. واحد شميت واحد البخور، وداك البخور جاني ماشي طبيعي. وبداو يدي كيعوجو. ولكن العود وداك الشيء ما كيدير لي والو. لان سحرهم مديرو بهذا الشيء، اللي كتشم دابا الفاسوخ وكذا كتكبد تقرع وكتعواج. لا الفاسوخ ما كيدير لي والو. على حسب النوع. هي على حسب نوع السحر اللي باش مصوب للناس. كيبقى عنده اتصال بهذاك الجيني. يا شوف عبد الرحيم شوف، حنا خدمو بالعقل، ركزي معايا، رفعي التوحيد. لا عادي عادي ما جبتي ما فين ما جبتي ما عرفتي ديري هكذا وتغمضي عينك تقول بسم الله يبطل كل سحر من قريباتي من خالتي الزوج. بسم الله يبطل كل سحر من خالتي الزوج، وتغمضي عينك شتي شي حاجه تقوليها ليا، اي حاجه تقوليها ليا وواصلي. يلا هي ركزي معايا مزيان. صافي خذ ماشي مشكل. يلا يبطل كل سحر من خالتي الزوج، يلا ركزي معايا. يعني ممكن نقول بصوت عالي. بسم الله يبطل كل سحر من خالتي الزوج. خالتي الزوج يا كريم تشوف. بسم الله يبطل كل سحر من خالتي الزوج. 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 بسم الله يبطل كل سحر من خالتي الزوج.
بسم الله يبطل كل سحر من خالة الزوج. بسم الله يبطل كل سحر من خالة الزوج. بسم الله يبطل كل سحر من خالة الزوج. بسم الله يبطل كل سحر من خالة الزوج. بسم الله يبطل كل سحر من خالة الزوج. بسم الله يبطل كل سحر من خالة الزوج. بسم الله يبطل كل سحر من خالة الزوج. بسم الله يبطل كل سحر من خالة الزوج. بسم الله يبطل كل سحر من خالة الزوج. بسم الله يبطل كل سحر من خالة الزوج. بسم الله يبطل كل سحر من خالة الزوج. بسم الله يبطل كل سحر من خالة الزوج. بسم الله يبطل كل سحر من خالة الزوج. بسم الله يبطل كل سحر من خالة الزوج. بسم الله يبطل كل سحر من خالة الزوج. بسم الله يبطل كل سحر من خالة الزوج. ممكن نقول قبل الزوج نتعصب ورجعي صبري كنتعصب وكنتعصب رجعي. هاي رجعي. رجعي. تمام رجعي. يلا هيا. بسرعة. يبطل كل سحر من خالة الزوج. هاي. هاي. كنتغم. هذا الشيء اللي بغينا. مزيان رجعي. عادي مزيان رجعي. هاي بسرعة. هاي كملي. رفعي التوحيد. واصل. هاي. هاي. كملي. بسم الله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله يقبل كل سحر عظيم. قالت الزوج عظيم يقبل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم على جمل الزوجة عظيم. يبطل كل سحر عظيم على أخلاق الزوجة عظيم. يبطل كل سحر عظيم على مهارة الزوجة عظيم. يبطل كل سحر عظيم على محبة الزوجة عظيم. يبطل كل سحر عظيم من خالة الزوج عظيم. يبطل كل سحر عظيم تعلمه الجن من خالة الزوجة عظيم. تعلمه الشياطين من خالة الزوجة عظيم. تعلمه الملوك من خالة الزوجة عظيم. تعلمه المدارس من خالة الزوج عظيم. من خالة الزوج عظيم للأحزان والهموم. للأحزان والهموم
حسد حسد عظيم إبطل كل حسد عظيم غالت سودة إبطل كل حسد 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 عظيم من خالة الزوج 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 من أخت الزوج من أخت الزوج من خالة الزوج من خالة الزوج عظيم يبطل كل سجن بذبح ودم Thank you.
نسيتك انا سيدي انا سيدي انا سيدي نسكتك انا سيدي انا سيدي انا نسكتك انا ندوي انا كاع انا سيدي نسكتك انت المشكل نسكت انا خصني نطلع شي ندوي كنجبد الصداع مسلتيني اسمح لي الله ما قصدت ما تقلقش عليك صافي ممكن بقى ما تقلقش عليك الله مبارك هما اللي قلقونا كاملين باسم انا ياك الله يحشم عليك هما قلقوك وقلقوني وقلقوا رجلها وقلقونا كاملين شنجيف صبر جميل شتي ناكل سكيدير ونشرب سكيدير شتي ولا لا ربطوك شوهتي لي بغيت ندب ليها وجهها شوهتي الجمال صح ولا لا ربطتي القلب والاحساس اللي كان زمان صح ولا لا وعقدتي العوره والجماع عليها وعلى الزوج فكيف تكون الحياه الصبر فقط صح ولا لا صح ولا لا ماشي حشومه ماذا تقول لله عز وجل باش انت ترضي لي وحده كبت ليها في الطعام وفي الشراب شربي كولي علاش ولد اختي حسين من ولدي علاش ولد اختي ديما صح ولا لا هكذا علاش هي جميله صح ولا لا صح فيدمر البيوت تدميرا نكمل نكمل من اللي انت فيك هذا شو الجسد ديال الملك صاحب الهيبه صح صاحب الهيبه كتشوف فيها ابن الصيد جسد الملك المهاب يحاط بالهيبتين صح ملك قوي نقبلو تترنح نتلتي عينا مزيان هنا بغاو يطلعو المسلمين ما خليتيهمش بكاو ما خليتيهمش طلعت الاخرى ما خليتيهاش زعجتيني علاش جبدني اش باغي ليها طلاق الذلة عدم السعادة وحدة جات لحد سعرة في الماكلة وفي الشرب خدام وريني حنة يديك يلا وريني الملك وريني الثعبان شد ما غاديش تنعم بالماكلة ولا بالنعاس ولا باللباس ولا بالجمال ولا بالفراش ولا بالأبناء أبدا وهذا ما صنعته فعلا صح ابدا ولا ان شاء الله نواصل بسم الله ما هو معك يا الله ما انت الروح لان يا الله ما خبر من تلتي بتاعتي كبير سنين كم سنة في أربع سنين خمس سنين شحال تاتي كتسمعني ما كتسمعني شوف هذاك اللي كان جالس وحاط راسك كنتمنى تكون في الوقار ديال بصح كتسمعني راه الذي اظهرك لنا الان شكون الله واظهرك في وقت استجابه الدعاء في يوم الجمعه فهمتي كيفاش فهم معايا مزيان وفي عقلك اظهرك الله في ساعه عظيمه عند الله في يوم عظيم عند الله وساعه استجابه إن رفعنا وخشعنا ودمعنا غسلت ربي تهلك واش عارفة ما عرفهاش ما عرفهاش سبحان الله لابسة كلشي زرق قلت لها لابسة كلشي زرق كاين شي حاجة فريت كما انت خليتيني نجي لابسة زرق لي ولا ما عرفتش المياه والأودية والنار والزرقاء والحياة صح ولا واش كتسمعني كتحب الزرق انت بزاف ها انعكاس السحر على المياه الزرقاء الصافيه البحار والغوص غواص ويتحلم بالابواب والبحار والثمن الاسود صح ولا لا معايا كتر على الحشي وشوفتها خارجه من البحر صح ولا لا اسمعني مزيان انا باغي نكتب خير وباقي ما عنديش الموت راه كنسخن معاك اختار غير وانت ترجع باقي ما يدعكش وباقي ما تديرهاش والله ان اردت الخير نحن معاك اقسم بالله تنسى الخير لن يعذبك احد نعم الان مشكله البطن فضحي
ولهذا تصبح كأنها حامل أحيانا المأكول والمشروب وتشويه الجمال في البطن وفي الوجه وفي الشعر وفي العظام والأقفال على العورة والفراش والجماع وعلى القلب والإحساس. كيف شديش السيدة؟ الصبر هو السلاح، فقط صبر. صح وإلا أن الشعر يومنا مسجونة، صح ولا لا؟ كتضيق على العيش، تضيق عليها كل شيء. اسمعني يا ابن الملك السلمان، أنا أعرف من الخير. أرجع تمتد. أنا بغيك الخير، أنت ما بغيش الراس. كتسمعني ولا لا؟ من سحرتها؟ ولماذا؟ وماذا صنعت لها؟ وغنتفهم وانت عنده على الخير. يلا بسم الله. نعطيك مهلة جاوبني، ما جاوبتنيش باش نكتبش. وغنأكد لك على المأكول والمشروب. وغتعذب. كتسمعني؟ كتسمعني ولا لا؟ هيا. ما غير الكلاسيح الخالات والقريبات. إما أنك تعترف أو ترجع. رجع للثلج. هيا. نضيعش معك الوقت. رجع للثلج. السحر والعقد والعشق. مأكول ومشروب الخالة من تحت رجلك. صويت الأمور جميلة في مسبب. وذا النون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بسم الله يبطل كل سحر مشغول بسم الله.
المشهود المنقول والمشهود بسم الله مطل كل سحر عظيم بسم الله مطل كل سحر عظيم في البطون منقول في البطن منقول في العرشاء منقول في العرشاء منقول بسم الله تحول قيود بسم الله تفك قيود 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 على الجان قيود على الجان قيود بالمنكور قيود بالمشهور قيود بالمنكور قيود بالمشهور قيود بالمرشوش والمحفرة سكن 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 شيطان كبير للمرشوش والمحفرة
الوحوش والخطا بالوحوش والخطا جبت ناسة من الساق من الساق من الساق من الودن والساق من الساق من الساق من الساق من الودن والساق سكن 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 بالوحوش والخطا بالوحوش والخطا Thank you.
شوف اسمعني خليك تلج وغير ركز ما بقيتش 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 ما برودة تجاه تحل راني فازقة وليت نقابل غير البرودة اللي فيا وهذا مشى بزاف ما كان نسمعش مزيان الكلمات اللي كتقول ما بقيتش معاك فهمتي باش انا كتب ايوا شنو غنديرو دابا كنفهم غير بسم الله ايوا شنو خصنا نديرو هذا ما كيتقادش شويه باش نسمع حتى انا لقيت المشكل فيا وكيما ديما ندير ياه خصنا الاول ما كنفهمهمش كنسمع غير بسم الله في الاول كتسمع في الاول كنت كتسمعي وكي ملي قتل المرشوش كنت كتأثري كنت كتسمعي ملي قتل المخطط نفس الكلام هو نفسه مؤخرا مابقاش كنسمع ما كنفهمش ملي كتقول وهاد عرفتي في السينما مابقيتش مركزه واخا وشنو غادي نعملو دابا خصنا ما خصناش نوقفو خصنا نكملو خصها تكون تلج ها هو حيدناه الصوت كديري فيه قلتي ما كتسمعيش هذا حسن من الاول وكثر ماشي ما كنسمعش ما كان كاين مثلا كنسمع كنت فرزيهم صافي صباح دابا شوفي دابا هادشي انا فاهم اسباب من لا شيء دابا تاثرتي بالمرشوش تاثرتي بالمخطط دوك كيطلع اشاره الملك في القدمين في الماكل دابا حنا غادي مزيان غادي كنوقفوا هادشي هما كيرتاحوا حنا كنفسيين كنهبطوا وما كيطلعوا ما غاديش ما نوصلوش معاهم حدكيين انا نقدرك فهمتك ولكن خصنا نصوبو لان المال وصلك ماشي مشكل عادي شنو غيبقى شي حاجه تتهش معدوم لو عارف يبقى جمدو والناس يبقى ساعتين كيوقع هو انت ما الثلج القليل ولا لابسه مزيان يعني ما يوقع لك اصلا والو مزيان شويه لو كذا ما شاء الله ديك راه مليفه كنظن ولا شنو مبراج هو مبعوث تحت من تريكو كذا لابسه ما شاء الله هما كيكونوا لابسين والو او ما لابسين والو غير عبايه وما لابسين والو شتي كيف تيرك ما شاء الله لابسه ودير التقاش وستلوى الغليظ الصوف وكذا ما شاء الله عليك ودير مغطيه وهذا دابا شوفي اسمعيني الله يعطيك دابا حنا كنتكلمو كنتكلموش مع انسان عنده حاله عاديه انا عارف شوف العقاد ومعقودين انا شوف انا شايف دابا كل شيء وشتو كل شيء تاثروا ولكن تعطيني غير تكوني مطلوقه معايا مرتاحه باش يا ياسك قلت لك غير باش ما نحشك على هذا الشيء لا وشوفي انا لهذا خدام معك بشويه بدا نفسيا خدام معك بشويه فخلي تصبري واخا حيدي التلج قلت لك حيدي ما عنديش اذا كان هذا صافي حيدي حلوه الفائده قلنا لك في الاول غادي دابا حيدي حيت قلت لك في الاول ما ماكش فائده ما غاديش ندير لك اصلا وكان في مضر ما غنديروش لك ممكن الكلام هذا كنضيع به انا الوقت حيت ماشي مسألة أنا باغي نوصل معاك النتيجة خاصنا نحلو الباب حتى كندو نحلو كنوقفو راه أنا نفسيا كندمر جيتي أنا نفسيا كندمر ولكن أنا زعما بالبرودة ديالو مابقيتش مركزة معاك مركزة غير فيا والبرودة راه مسألة عادية جدا أنا مركزة معاك باش مابقاش مركزة معاك الحل ليه شوفي اختي أنا سمعت منك وفهمت كلشي خاصك تصبري وقيت انا بحال دابا شي دابا وقيت لاتي بحال يلاه دخلت للدار شي وقيت وقفنا بحال يلاه دخلت عندك بحال يلاه دخلت حيت ما عرفتش شنو عندك شنو واش انا فاهمك رفع التوحيد يلا ركز معايا قول بسم الله يبطل كل سحر مأكول ومشروب شوف اللي فازقه ولا سر اللي سردات ولا اللي تقوم حيدها ماشي صافي ما عندناش مشكل دابا صافي يلا قول بسم الله يبطل كل سحر مأكول ومشروب 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 بسم الله يبطل كل سحر مأكول ومشروب
بسم الله يبطل كل سحر مأكول ومشروب. 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 بسم الله يبطل كل سحر صبري ماشي انت تخنقي وكتزيري تما فين خصك تقوي واصبري دابا من البرد ما كنعرفش واخا شوف خويا حيد هاد الثلج كامل هذا هي دابا انا المهم خد العقد العقد حيد حيد الثلج كامل دابا علاش انا نعاود ولا لا غير اجي صافي غير شوفي كنتكلم معاك واضح انا بغيت اش هادشي اللي شوف الثلج غتجي تقيطها ماشي غير يبدا في بطنك يتهز ويتحط فهمتي ماشي رجل غد... هادشي من هما واخا ماشي مشكل انا عارفه كيتهز البطن واخا كنكون جالسه ايوا بغيناهم يتعذبوا اسمعي ملي كيجيني ما بقاش ما انا جاي كتبرد كيجي فهمتي دوك في نفس الوقت كيجي من هما فملي كيجيهم داك العصب بغيتي نغيبو غادي تصبري ملي غادي يوصل واحد الدرجه ملي طلعت عليا شنو بغيتي عندي استفزيناه حنا راه ما بغيناش نبقاو نتكلموا رجعنا عاوتاني بغينا حتى يصافي ضغوط الضعف باش بقى يعطينا كلشي ساهل هو الا ملي كيلعب لك العقل ملي كيرجعو عاوتاني كيخليك انت كتفكر في حيله كيخليك انت تحسي ما كتصبريش كتستجبي معاه كتوقفي لنا العلاج عاد كنسولك السؤال دابا واخا تندوي انا كنحس بهذا بالاصابع كيما طالعين معاك ويتعجبوا معاك وانا كنحس براسي كنتعصب نعم هما كيعصبوك وما طالعين معاك كيتكلموا معاك ولكن حتى هما وانت عاقله حيت بقويين نوع المس اللي عندك هكذا فهمتيني كيفاش والدليل الحركه باش تي كديريهم كيبسموا كيطيحوا كتغوتي كطريحي تما ماشي انت يدي كنحاول نهزهم واش حسيتي ملي كان طالع فيك حسيتي واش طلع واش طلع ولكن مع هذا تي هي خصك تصبري فيها باش نوصلوا للحل لانه كيخليك واش حس انت كانسان كتحسي وهما تما كيزيدوا ضعفوا داك الشيء باش نوقفوا العلاج فملي كنوقفوه كيبداو يتحسنوا كيتخبع خاصك باش تطلعوا ثاني خاصك تبقى شحال باش يطلع ونقول لعبوا وتا في المنام كنحلم بانني كيدوني لواحد البلاصه بارده فيها الثلج ولكن هما يمكن هما كيبغيو الثلج ولو يبغيو يتعذبوا به سبحان الله كيسير لانه واخا ولو انه كيعنفوا بحر ولكن هو الاصل ديالو حار ناري فهمتي هو كيعنف بحر ولكن الاصل ديالو عذاب وعاد شكل فهمتي كيفاش راه بارد فهمتيني كيفاش وزيد يا رجال وصبري معاك صبري معاك الله يهديك عطا راك خفقتيني بس تسمح لي ولكن انا بالضغوطات ديالكم انا فاهم كنقول يمكن هادشي تحول لي مشكل لا يمكن مسيله والله شكرا لك الضغط انا معاك غير صبري معاك عطيت سلفي وركزي ها حطي رجليك على قول بسم الله يبارك اسم ماكول من خارج الفيلم بسم الله سير معاك كاين هاد الخالة ديال الزوج وكاين واحد النهار كاين الخالة ديال الزوج وكاين واحد النهار لقينا واحد الورقة ديال الويفي فهمتي ولا لا لقينا كتشوف فيها واحد الاسم ديال واحد الجارة كانت باغا تزوجها ولدها انا غنجيو حتى الجارات ماشي مشكل لقيت الاسم اسمها هي؟ لا اسم ديال هاديك السيدة خويا كنا واحد النهار في يوم جمعة نيت في الغرفة ديال الظهر ولكن كنقلبوها شي سيمانة باش نوصل للقطار الويفي ما ضحكوش علينا نجبدوا كل شيء باش ما ضحكوش علينا نهار بقينا ولكن ما عرفتش شكون كتبها واش الانس ولا الجي الله معليش القلم ديالي ديال الكحول كاتبين اسمها زعما اشنو سميتها هي؟ يامنة واخا لا سير كاتبينها زعما ولكن ما عرفتش شكون كتبها ماشي مشكل بسم الله شوف شوف لا ركزتي معايا سمعيني اختي لا مشيتي معايا خطوة خطوة راه كل ما كنحطوا يدينا على واحد النقطه هما كيتعذبوا تنجمعوا كلشي راه بحال كنشخصوا مزيان ركزي معاه سيحي ما بقيت فكرت حتى حاجه بغيت توحد يلاه بسم الله يبطل كل سحر عظيم ماكول من خالة الزوج سير كملي صبر ماكول من خالة الزوج
بسم الله يطلق كل سحر عظيم من خالق الزوج. بسم الله يطلق كل سحر عظيم من خالق الزوج. كل سحر عظيم من خالق الزوج. بسم الله يطلق كل سحر عظيم من خالق الزوج. بسم الله يطلق كل سحر مأكول من خالق الزوج. بسم الله يطلق كل سحر مأكول عظيم من خالق الزوج. بسم الله يطلق كل سحر مأكول عظيم من خالق الزوج. بسم الله يطلق كل سحر مأكول من خالق الزوج. بسم الله يطلق كل سحر مأكول من خالق الزوج. بسم الله يطلق كل سحر مأكول من خالق الزوج. بسم الله يطلق كل سحر مأكول من خالق الزوج. بسم الله يطلق كل سحر مأكول من خالق الزوج. بسم الله يطلق كل سحر مأكول من خالق الزوج. بسم الله يطلق كل سحر من خالق الزوج. بسم الله يطلق كل سحر مأكول من خالق الزوج. بسم الله هنا في خاصك تكملي هنا تكملي خاصك تكملي. بسم الله يطلق يلا كملي دابا كاين الجوال وكملي غنضيع مأكول من خالق الزوج. بسم الله يطلق كل سحر مأكول من خالق الزوج. واصله راكي تخنقوا. بسم الله يطلق كل سحر مأكول من خالق الزوج. كش محت بخور مزيان مزيان كملي. بسم الله يطلق كل سحر مأكول من خالق الزوج. صبر. بسم الله يطلق كل سحر مأكول من خالق الزوج. بسم الله يبطل آه نعم. كل سحر مأكول واصل من خالق الزوج. سيري أكمل معي بسم الله يؤكل كل سحر يبطل كل سحر مأكول من خالق الزوج. بسم الله يبطل كل سحر مأكول من خالق الزوج. سيري كمل. بسم الله يبطل كل سحر مأكول من خالق الزوج. بسم الله يبطل كل سحر مأكول من خالق الزوج. زين آه نعم. بسم الله يبطل كل سحر مأكول واصلي كملي 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 ها وطع الشمال كملي كملي وكملي تكلمي. واصلي يا عصا ومطلع هاي ومع وجهك كامل في يديك في الفم في الرجلي كملي ناعم اتيقوا منهم ما تفكريش بحالتك احنا معاك في الفتاة هاي جاي واصل واصل حيث طلبت منك انتي اقوى عليهم من الداخل هيا واصل جاي واصل جاي واصل قوة بسم الله يبطل كل سحر يبطل بسم الله يبطل كل سحر مأكول من خالق الزوج. بسم الله يبطل كل سحر مأكول من خالق الزوج. بسم الله يبطل كل سحر مأكول من خالق الزوج. بسم الله يطلق كل سحر مأكول من خالق الزوج. هاي يا واصل بسم الله واصل هاي يا مال الأكل ضعفوا بسم الله هاي باش يفكوك مع البنتي ولادك زوج فكرتش يا واصل هاي بسم الله يطلق كل سحر مأكول من خالق الزوج. هذا ما يطلقوك فكر يلا قوة قوة. بسم الله يبطل كل سحر مأكول من خالق الزوج. جيد مزيان. بسم الله يبطل كل سحر جيد انت انك تعذبيهم ها تعذبوهم وشيتي واصلي ثم يطلع لك والو. يبطل كل سحر مأكول من جيد جيد هاي جيد هاو كيتعذب شي هاو كيتعذب هاو كيتعذب شي هاو يعذب شي هاو كيتعذب في الرجل الشمال واصلي كملي. سحر مأكول من خالق الزوج جيد الان كتفك العقد هاي في ضعاف الان يا ضعاف هاي واصلي ما تخفيش ها ما تخفيش يطلب كل سحر وخاكي خلقه صبر الزوج. بسم الله يطلب كل سحر جاي ما توقفيش ما توقفيش يطلب كل سحر مأكول وغمضي عينك كل ما غمضتي عينك كل ما كنفكيز اكثر هيا يلا كملي كملي. بسم الله يطلب كل سحر مأكول من خالق الزوج. جاي بسم الله يطلب كل سحر احصل دابا هيا واصلي هيا كملي كملي هيا هيا. بسم الله يطلب كل سحر مأكول من خالق الزوج. بسم الله يطلب كل سحر ركزي فيها مزيان من خالق الزوج. بسم الله يطلق كل سحر مأكول من خالق الزوج. بسم الله يطلق كل سحر مأكول من بسم الله يعذب كل شيطان ساحر من خالق الزوج. بسم الله يعذب كل شيطان ساحر من خالق الزوج. بسم الله يعذب كل شيطان ساحر من خالق الزوج. جيد أي واصل. بسم الله يطلق كل شيطان ساحر من خالق الزوج.
كملي هيا وتوقفيش. بسم الله يبطل كل بسم الله يعذب كل شيطان ساحر من خارج الزوج. بسم الله يبطل كل يعذب بسم الله يعذب كل شيطان ساحر من خارج الزوج. بسم الله يعذب كل شيطان ساحر من خارج الزوج. بسم الله يبطل كل بسم الله يعذب كل شيطان ساحر من خارج الزوج. هاي بسم الله يعذب كل شيطان ساحر من خارج الزوج. بسم الله يعذب كل شيطان ساحر من خارج الزوج. هاي نعم ذله نعم ماسونيه كل شيء يطلع الان. هاي بسم الله يعذب كل شيطان ساحر من خارج الزوج. شو الضحك كبير دخل لها عشان انت هاي ما انت حتى تحدثني بهذه الطريقه وتستفزني. هاي بسم الله يعذب كل شيطان ساحر من خارج الزوج. بسم الله يعذب كل شيطان ساحر من خارج الزوج. آية نعم آية. بسم الله يعذب آية. كل شيطان ساحر من خارج الزوج. نعم. بسم الله يعذب كل شيطان ساحر من خارج الزوج. آية بقوة. بسم الله يعذب كل شيطان ساحر من خارج الزوج. بسم الله يعذب كل شيطان ساحر من خارج الزوج. بسم الله تبطل أسحار خارج الزوج. بسم الله تبطل أصحاب خالة الزوج. يلا بسم الله كرريها. أصحاب خالة الزوج بسم الله تبطل. أصحاب خالة الزوج بسم الله تبطل. أصحاب خالة الزوج بسم الله تبطل. أصحاب خالة الزوج. يقعد توعي. بسم الله تبطل. أصحاب خالة الزوج بسم الله تبطل. أصحاب خالة الزوج. واصل. بسم الله تبطل. أصحاب خالة الزوج بسم الله تبطل. أصحاب خالة الزوج. بسم الله يبطل سحر الكواكب والنجوم من خالة الزوج. بسم الله يبطل سحر الكواكب. سحر الكواكب ويشيري نعم أصبتها. المرصود يبقى دائما يتجدد من الجن والشياطين على الزوجين حتى الطلاق. صح؟ هاي يبطل سحر المرصود. نعم. خلاص الامور واضحه الان بويه حق شخص ان شاء الله تعرفين تدخل احنا ما كانش عندي الحاله معروفه انا اول مره نعرف. يلا بسم الله يبطل السحر المرصود بالكواكب والنجوم من خارج الزوج. بسم الله يبطل ها 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 شتي هاي طلعت ها شتي ها حنطلع لا طلعنا يلا زيد خلاص كوشي في الغطاء. بسم الله يبطل كل سحر مرصود بالكواكب والنجوم من خارج الزوج. بسم الله يبطل كل سحر مرصود بالكواكب والنجوم من خارج الزوج. شوف الله من الان كيدخل هاي كرريها. بسم الله يبطل كل سحر مرصود بالكواكب والنجوم من خارج الزوج. الان الكبير الان احنا كنستفزوه كانوا كيستفزنا مقلب السحر الساحر. هاي بسم الله يبطل كل سحر مرصود بالكواكب والنجوم من خارج الزوج. شو الكلام تحبس لان يقول الخدام اياكم ان تنطق فتبطل سحري او تضعف قوتي. الان الاشاره من الكبير الان قل لهم خلاص بلغت الحرب يعني قوتها لابد انكم تمثلوا الان القوه مش كنت كنطعمكم هاد السنين وكنصحكم هاد السنين وكنفقوا معايا هاد السنين الان لابد تعينوني الان وصلنا صح ولا لا؟ بسم الله يبطل كل سحر مرصود بالكواكب والنجوم من خارج الزوج. كريم حبسوا شنو خصنا بالدور ديالنا حنا خصنا ندور رقيق يلا. بسم الله يبطل كل سحر عظيم مرصود بالكواكب والنجوم من خارج الزوج. الحيات الأثرع الثعلب سمهم الآن للخروج. السم. بسم الله يبطل كل سحر مرصود بالكواكب والنجوم من خارج الزوج. خانقينها باش ما تقولش هي كتقاوم ما يخليوهاش تكلم هنا تحالف الان هذا هو السحر اللي عندها مرصود كواكب نجوم ماكول مشروب مرشوش مخطى متجدد. هاي بسم الله يبطل كل سحر مرصود بالكواكب والنجوم من خارج الزوج. يقول لك لا لن نقول هكذا لا لن نقول يا ما تقولوش ما تقولوش حشوم عليكم حشوم عليكم نديروني ما كنفهمش وما كنعرفش حتى ما تشوفوني في المباشر. بسم الله يبطل كل سحر مرصود بالكواكب والنجوم من خارج الزوج. من الجلة عام خصك تقرا كل شيء دابا. بسم الله يبطل كل سحر مرصود بالكواكب والنجوم من خارج الزوج. اسمع استلموا ونبقاو زوينين
انت لابس الزرق ولا لابس الزرق؟ يلا سلك مغطي بالزرق. بسم الله يبطل كل سحر المرصود بالكواكب والنجوم من خارج الزوج. اسمع انا غنحاول كنظف الرقيه. اسمعني مزيان، مسفوني شيطان ساحر من خارج الزوج، مرصود بكواكب النجوم ومرشوش ومخطط، صح ولا لا؟ المهم يطبع عليها العذاب والذله وشويه الجمال وتعطيف الفراش والاحزان والاكدار، صح ولا لا؟ حتى تكون يكون الياس والبأس، تقول هي اريد طلاقا وفراقا، تقول هي انا خلاص اريد ان ابتعد من نفسي، تقول انا ما بغيت والو ومشي على حالتي، صح ولا لا؟ اي نعم نعم هذا ما نريده، بغيت تقول له صافي بغيت غير نمشي، ما بغيت والو، انا نمشي غير في حالتي. فتضع هي المفتاح تقول له سامحني يا ود الناس ما اشتقت منك حتى حاجه، انا بغيت نمشي في حالتي، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ اي نعم هذه هي الحرب موجوده خفيه داخل البدن، هذه الان موجوده الان، صح ولا لا؟ سحر مرصود بالكواكب والنجوم يجدد من الانس والجن، اقول من الشياطين والابالسه للفراق والطلاق، صح ولا لا؟ ها؟ ها؟ صح ولا لا؟ يلا لبي ان شاء الله الرقية. الله أكبر. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى والصلاة وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم
فجلبتموني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين I'm a sad boy, I'm a big boy, I'm a big boy.
قل الله أكبر لكل إبليس مسؤولي ساحر قوي. الله أكبر من كل ساحر كل إبليس مسوني ساحر الله أكبر من كل إبليس ساحر مسوني يدعي القوة. لا قول قوي. قوي قوي ماشي مش قول قوي كبير وقوي ماشي مشكل. هاي الله أكبر من كل مسوني شيطان مسوني قوي. الله أكبر من كل إبليس مسوني قوي. الله أكبر من كل إبليس مسوني قوي. الله أكبر من كل إبليس مسوني قوي. الله أكبر من كل مسوني إبليس مسوني قوي. الله أكبر من كل 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 مسوني إبليس مسوني قوي. الله أكبر من كل 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 إبليس مسوني قوي. سيمانة جيان جيان ولكن كتسمعني هي دابا عندك دابا حنا شي خاص ليها عندك برنامج غتبع دابا هي حمس طريقتي في الخدمة وفهمتني شنو غنتعلمها غندي لها التلج بكثرة وما تخوش في المسألة ديال الباب ما واخا تسرد نسيمة وسيردي فازقين ولكن خاص البرنامج هاد السيمانة ولا شي اللي عرفت دابا هو اللي غادي تلقى تسمعني في الدار يوميا باش نجي عندك إن شاء الله السيمانة الجاية. الله أكبر من كل سمعتيني الأمر ماشي صعيب ولكن هي نفسي دابا فهمات واللي فات هو فاهم واش اللي وقع دابا بعد ما لقيت شنو كاين كاين ماسوني ابليس كاين مرصود يعني ساحر قوي جدا وعنده شي حاجه اخرى فهمتي كيفاش؟ عافاك هاد الكواكب هادي اللي حلمت ديجا ساحر جا عندي باش زعما يقول لي كيضحك عليا كيقول لي اجي اليوم غادي نقول لك شنو فيك وشكون اللي عندك ايوا وجا عندي وعطاني قال لي انا قلت له ابراج هما ماشي ابراج كواكب هي كواكب هما ماشي ابراج دايرين هكا وراق مكتوبين ديال السحر فيهم صورتي وصورة ولدي البيبي الاولى فيها صورتي وصورته والثانيه فيها صورتي وصورة ولدي البيبي زعما وانا بقيت كنبكي وكنقول وبقى كيضحك هو المرصود يعني دائما محيط بكم صافي يعني فهمتي ها والله الحمد لله وكي دابا الامور واضحه ساهله في العلاج ملي شوف ملي كتعرف الحقيقه كيسهل العلاج شوف دابا قبيل ما كنضرب بحال كنلعب الشطرنج هنا ديرنا ديرنا باش يرجع شنو كاين قلتي لي هذيك الاصوات اللي كتجيني وهذوك الناس اللي هما بحال المسلمين لا ما قالكش لا ديال اللي في الفجر تخيل لك نوضت الفجر امينه أمينة واحد الصوت كان جاني انا راني فايقه وهي بحال اللي نعسه وانا ما نعساش راني فايقه ما قالت لي شوفي قبل ما نمشي للدار البيضاء المره الثانيه علمتني قالت لي شوفي الضربه الاولى درتها لك فلانه وردي البال غادي تضرب لك الثانيه هي نفسها غير صوت صوت امراه صوت امراه ماشي راجل هذه الاولى وديما كنحس ان شي حد كيساعدني ولدي صغير واحد الليله بقى كيبكي وما بغاش يسكت وانا هبط نعس حداه وانا نشوف جوج باجنحه بيضاء قالوا لي ولابسين الابيض قالوا لي ما تخافيش هذا في الحمايه ديالنا جيد جميل قولي طلعي سمعيني اختي حتى ملي كتعصب على ولدنا الكبير وقفت عليها مرا قالت لها ما عمرك تعرفت به سمعيني اش نقول لك الا بغيتي تعالج تسميني مزيان حيت باغي غير الخير ما تبعتيش كلامي قدام راجلك ما تعالجيش خويا كنتبعه ويقول لك لا لا سنسي جيتي انت مع النفسيه غنمشي دابا انا عارفه النفسيه هذا نسيقني دابا نسيقني ملي كيجي شي مدرب جديد كيقول لكم صحة نسيقي مدرب نسوقني كيقول لهم عطيكم خطه جديده وغنمشيو عليها وغنديو كوب وكذا وهذا دابا اسمعي ان شاء الله الامور ماشي صعيبه بزاف هي اول حاجه الصعيب فيها هو التشخيص دابا اللي عندك شيطان ساحر ماسوني بالنجوم كوكب داك الشيء كيفاش كيدير لها هكذا حسيت بشي قوه في هذا فيها غير القوه وفئته وهاد الحاله كتبغيها والملكه ديك هذيك الملك مع الجن قدام ودابا كيدير القوه اسمعيني مزيان كاين الماكول المشروب المرشوش المخطط المرصود بالنجوم والكواكب ساحر كبير هذا المرصود مؤخرا نقول لك واحد القضيه خويا انا دابا الحاله ديالك
دابري الفيديوهات اللي كنبقى نسمع ليك وداكشي كنحاول نفكك بلا ما نقول لها اقسم بالله فيما كتكون القمره كامله كتكون هي ماشي هي هذيك. صافي واضحه. شوفي سمعيني مزيان، كاين مقاطع على بغيت تعرج غتنساي مساله درني كتفي خنقوني نوقف عليها غتلقيها كذا بحال هكا كتعذبي في راسك وما توصل بها. كنخلي ولدي شي واحد شاد بيا كندخل كنولي كل ناعس ندير ساعتين ثلاث سوايع بحال دابا حنا جايين ثلاث ساعتين وشي حاجه خاصك تبقاي تسندي على الاقل ساعتين ثلاث سوايع كل نهار وكل ما ستي بالساعات كل ما ساعتين علاش من جهه السمنه الجاي ان شاء الله. تقدري ديري بلا ما ديري ما غاديش تقدري وغادي هو السوق فيه انا عارف خلي تنجيو حنايا تنجيو ما تركزيش وما يخليوكش خليه حتى نجيو ولكن على الاقل الا قدرتي ديري غير المبيعات وديري في رجلك. علاش؟ حيت عندك المرشوش والمخطط باش تشوفي. كنت كنصلي كانوا كيتفرقوا ليا الصبعان ديال رجلي وكيبقاو هكا في الصلاه. ملي كنت كنشرب مع زمزم قلتي كان كيتخطى عليا مع وكنت كنبغي نصلي كيبقاو يدي هذاك الماء زمزم مزيان لك الاستفراغ مزيان لك وضع الماء نعم لان عندك شياطين يقدر يكون عندك نجاسات الشريحه كطلع ولا شي تيقدر يكون ثمن داك الساحر اللي كيسحر دابا او السحر اللي كيتصنع لك كان بالتجديد او ربما هو من نجاسات وخكاري الرائحه. المهم ماشي كل على تفسير فخاصك ديري رجلك في الثلج مده طويله لا قدرتي مزيان حيت رجلك ماشي هي الجسم كامل وكاين صبري ومع السماعه تكون بصوت عالي وقت طويل. شربتي زمزم مزيان الماء المقي مزيان هذه تقدر تبقى شربتي غير الماء المقي مزيان حيت كيجيني خانت ويجيك مار جوج كيكون حتى قدامي ونمشي نشرب حاجه اخرى ما نشربش. شوفي هو تقري غير الفاتحه وتعاودي سبع مرات وتشربي كانت فيها البركه. سمعيني مزيان انا شاده نقراها فاتحه اي الكرسي المعوذات وهذا الماء ولا كيتسمى مرطي وبالنيه ونبدا نشرب. علاش؟ لان ساحر. دابا الدم تاعك الجسم تاعك مسعور عندك شويه الجمال عندك عقد على القلب عندك على العوره عندك على الحياه كامله لان دائما المرسوم اللي تبنى هو كيجدد واخا كتولي طاقتك في الطاقه فوق طاقتك ولهذا ديما كيتغلب عليك وملي كيتغلب عليك كتولي تاخذي قرارات وافكار معزه وجلاء ارضيك كتقول من دماغي انا ولكن كنقول الحمد لله اللي ما وقع والو. هو شوفي هي الحمد لله اللي ما كاين والو ولكن واحد المره وقع معايا ولا انا كيبان لي كلشي كحلني الله يرضي عليك. دابا كتقولي باق بعقلك راه كتقولي ما كاين والو واحد المره تقول له شوف انت كتب لي كريه ما بغيتكش كتولي تاخذ قرار من داخل ديالك ما تقولي انا مثل الشيطان انا ما باغيهش فهمتي؟ انا كيولي المشكل كبير عند المراه. قلتي لي نهار اللي مشيت درت الحجامه عند السيده. ما نقصتي شنو طالع؟ عند كنت جيت عندك وما وصلتش ليك والزوجه ديالك كانت دارت لي الحجامه بالثلج. وشي وحده كانت ديجا طالع فيها داك الشيء كتهضر. نعم. وهي المسكينه كانت كتعامل معايا حيت انا ما غايباش هما غايبين وانا غير كنطلع بحال هكا كلشي كانت كدير. وهي تقول لها ما هي قالت لي يمكن ما كانش كيخرج لي الدم ملي كندير الحجامه ما كيبغيش يخرج لي الدم نهائيا شويه فقط صافي وبلا تلج من غير هذيك السيده كان كيدير ليها. وجات هي قالت لي عندك سحر الحياه الزوجه ديالك وهي نقص اخرى قالت لها ما تذكريش الحياه ما تذكريش وبقات تضحك تضحك وقالت لها وعندها سحر القبور سحر شويه الجامع قالت لها صافي سكتي الناس كتسالي. دابا شوف هذه المساله ديال القبور يقدر حتى هو يكون لان مع كترتقي في فوقك باش ما تفتحش الاسرار فاش كنت عاد مرضت حيت الاول ولا الاخر راه داكشي كاين ما يمكنش بوحدو غادي راه كاين غير هو انت ملي كتوقع على شي نقطه كتشد فيها وكتاثر عاد باش بحال كيعترف بها كيقول لك انت مادام باقي ما طلعش شنو هي لك سحر الكواكب سحر الكواكب هذيك هي اللي شدتو كاع اكثر عندك الماكول المرشوش والمخطط وعندك الكواكب هذو كاين دابا بيا لا كان كيلبسوني الراجل كيلبسني الكحل والمراه كتلبسني الاخضر صافي مالك وصافي هذه المره كنشوف راسي لابسه ابيض كنا في امومي وشوفي اختي دابا شوف خدكوا هذاك التيران ديالك انا غادي نعطيك شنو غديري الشهادتي فيه راني غادي نجي عندك الشهادتي وما شهادتيش لا دابا نسيت بقى لا بس دابا شوف ملي غادي نجي ملي غادي نجي غنعرفك واش شهادتي وما شهادتيش غير من الضربه ديالي غنفهم راه بحال دابا يلاه غادي يعيش اول نهار بحال الله كيتش بالنسبه للشيخ دابا التشخيص دابا شوف اهم حاجه هي تعرف ان عندك ساحر ماسوني كتعرف كيفاش دير الماسوني مابقاش نضيع الوقت كتعرف عندك المرصود كتعرف شي شنو غتعامل معاه الماكول المشروب مش مخطط كتفهم كتفهم في المسلمه مغلوبه خاص داك الاخر هو اللي ياكل الطاق في هذه الايام اللي كنتي كدير الاجتهاد اما كيبدا يقول واخا يوقع عليا كذا كيبدا يعطيك احلام ملامس او داك اللي بدا يتوب تعرف واش عنده ميل للعناد كثر او عنده ميل انه يتوب كثر هنا كتعرف شنو غدير في الجلسه
هادشي خصك تشاهد. كنت جاي وخا قال لي ما قاليش راقي كنت حاسه كنقول لهم غادي يجيبو خليه يجيبو مرحبا مرحبا بيه كنضحك وكنقول لهم مرحبا. فهمتي كيفاش؟ يعني هو كيقول انا نتحدى ونستعاد القوه. شوف نقول لك حاجه، الامور باينه باذن الله تعالى، ولكن خاصك يوميا اجتهاد ان شاء الله. ما كاينش نهار ما عندك ما يدار، خاصك تعالي صحتك. حيت ديري في حسابك طلاق ما كاينش مباشر، كيجي باسباب غير مباشره. طاق 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 إمن أنت غادي يعطفي كما غادي يعطف الزوج، وكوني على يقين أنكم الآن في محطة ديالة كاين تعطيف الفراش، صح؟ والله حمرا شاعرة معايا ولا معايا؟ الحمل ديال ولدي هذا سبحان الله الصبر غيسالي وشوف راه شو معاه يا خويا ربي والصبر يقدر يسالي يا أخي حتى يقدر يسالي ولكن ما كنعرفش واحد الصبر منين كيجيني كنعرفوش ملي كيجي كتبقى مثلا الله تعالى كيعرف حنينه راه كاين مشرح كيتهالي صافي كيشوف غير بالخير ولكن واحد الصبر واخا كتكون كنبقى ساكت كنبقى ساكت وغير كنشوف ومنين كنرجع لاخير كندم حيت هو كان ساكت كندم علاش قلت علاش انا هكا شي دابا انت ذكي عرفتي علاش سكتي شوف كيف كندم غادي تكون غير تكلمت شويه اي طلع عطيها الكلمه غيعطيها بزاف التاويلات وغتشعل معاه وديما كيمثل لها انه كنحلم في الليل بان كتجي في صفات الوالده ديالو مثلا وكتقول لي زعما على كتبكي وكتندب في وجهها وكتقول لك علاش ما ضربتوش انا خصني نضربو علاش ما ضربتوش وكتبكي وكتبكي شي كوصي ديال الناس دائما ماشي وحده داك النهار انا خرجت من الخدمه حتى 12 الليل وهي اش قالوا وصفوا لها بانني خرجت مع 9 ومشيت مثلا مارست الراديله مع شي وحده كلاش هو انا كنصلي العشاء مع 12 الليل حسبت لي الركاعي ملي جلست حداها وكنقول لها سمحي لي زعما تعطلت عليك عشان عارفه كتخاف وداكشي بقات رجليها كيلعبوا وبقات كتضحك واحد الضحك هيستيري والدمعه كتخرج من هنا وكتقسم على جوج كتخرج من هنا وكتقسم على جوج دابا البارح ملي كتجيني الغمه كنحس شي حاجه في وجهي وفي عيني كنقول لهم واش عيني خارجين كيقولوا لي لا حسيتي بها خارجه والغمه راه غير وليت هاد الثلاث ايام ما كانش ولات كتغيب وداك التكريعه اللي ما كنتش كنتكرع وليت نتكرع فهمتك يعني بزاف ديال شوفي ولدي الصغير علموني في المنام انني حبابي وعلاش حبيبتي وبغى يضربني وانا راه ولدي هذاك اللي كان كيلبسني الكحل كان كيجيني كيشرب كيقول لي شوف حكى علمك انك حامله به قبل ما تعرفي انك 15 ما صافي كنت كندير الرقيه هذيك الساعات صافي شوفي انا نصيحه مني نصيحه مني هذاك برنامج مكثف ديالكم 10 مرات تسمعي غتجتهدي فيه بالاضافه لسماع التلبيه واي الكرسي وكذا فيه بعض المقاطع مهمه خاصك نديرها لان غناكدوا على الماسوني الساحر والمرصود بالنجوم ملي غتاكدي عليها غادي يضعف اما اللي يصلى كاع يسلم في هذا السيمان مفهوم وتحل الابواب على المسلمين باش يطلعوا انت غتبان لك باش ما تنسايش وحقوق على اي خدمه تقيلي عليا صافي ونجي عندك واضحه وعد ياك شي معايا في هذا بادي ضربتي لحمك لا عرفتي كنكون غير كنخدم شغلي ولا شي الدم خصو الدم يدي غير قلم ديال ولدي طاير له الراس حشيتو في يدي وبقيت كنشوفو شحال خصو الدم عادي جدا وليت هرف الجاج خصو يدوز الدم وليت هرف خصو يشوف الدم وملي كنكون عند خالتي في الدار جوج مرات واش معينكش عينك فيها حطرو ما هذيك ملي كنت صغيره صافي ماشي مشكل ماشي مشكل اها وداك الشيء علاش كيوقفوا لي كنكون عند خالتي ناعسه ولا لا سي ديك العين هي اللي كتشوفي بها اللي عندها فيها هذيك كتشوف بها دابا تنظر مقص ليا ملي ما كتفكرش مزيان انا نظر وكنت تقبل تصورت الضفار تقبل لا فيتامين دي قالوا لي حق عندك نقص ولكن كان يطلع لي الثقابي في الضفراني بزاف انت هادشي اللي قلت كتبان ملي كديرها تبغي تدعي الله كتبان لها يديها شي ولكن دابا ما بقاتش تقدر تكون شي حاجه جوج كاينه ما بقاتش اللي فيها جوج وجاني هو ساحر زعما في واحد البيت عنده مور هذاك الشيء مور انه زيد تولي أيوة. وعنده الكتوبه ديال الشعواده وداك الشيء وجالس واحد الكرسي شوف واحد الكرسي كيدحرج قال لي شوفي مشات هذيك العزيزه عليا المراه الكبيره زعما اللي كتعاوني قال لي مشات ولكن انت اللي غتجي بلاصتها شوف انا ساحر مسوني يمكن حتى هي كيطلب هذا الشيء انا قلت ليه لا انا ما غاديش نجي معاك تصور تصور حنا رجال مثلا اسمح لي على هذا اللفظ كانت معايا بنت شحال هادي فهمتي وهاديك البنت هي كتعرفها وجابوا لها في المعلم بانني انا كنت فريق فعلا كنت معاها في علاقه هو سولته قال لي لا وصح كيشوف ست اخواته وكيبينوا لنا الخيانه فهمتي ولا لا بعض المرات هذا هو كيفرق هو كيسال اي طريقه باش يغير نظرتك عندها حيت انا عندي نقطه الضعف ديالي هي الخيانه كيجيو غيرها وكذا نعم ماشي غير انت اي مرا اي مرا تقدر تصبر اي حاجه الخيانه وهي وسلعه عندها عين وحده قولي اش من عندي هي اللي العوره عقل هذه كيفاش كتشوف امراه عندها غير عين
فين كتشوفيها؟ الا جاتني في صيفط شي وحده كنعرفها كتكون ما عندهاش هاد العين عاوه. والا جاتني في شي صيفط هي ولا شي وحده عمري ما شفتها المهم كتجيني عندها عين ما كايناش ديما عين ديما ما الشيطان بصراحه عاديه صافي اختي الله المستعان. شكرا بزاف. نحن خويا.